أنا أحمد عبد الله حمدان من سكر عمان. عندي طبعا جيت عند الدكتور أسعد الشيخ الله يجزيه الخير، سويت عنده عملية تقويم جهد للمفصل في الرجل اليمين. طبعا طبيعة مرضي أنا كانت عندي برضو تآكل في المفصل في الرجل الشمال قبل حوالي 8 سنوات، تآكل شديد كان، فعملت عملية زراعة مفصل صناعي كامل. فبعد 5 سنوات صار عندي برضو في الرجل اليمين عندي تآكل في المفصل. نصحوني عند دكتور أسعد الشيخ عملية تقويم جهد في المفصل، فالله يجزيه الخير يعني عملية العملية، والحمد لله رب العالمين العملية ناجحة الحمد لله رب العالمين، حيث أنه يعني تقويم في الجهد يعني العملية اللي سويتها أنه أخر عملية المفصل كاملا في الرجل لسنوات عديدة الحمد لله رب العالمين، وماشي واموري تمام الحمد لله وما في اي مضاعفات. فاتمنيت انه يكون الشمال اللي انا سويت فيه عمليه مفصل صناعي كامل ان تكون فيها كمان تقويم جهد، بس الحمد لله على كل حال.